تحية لكم مشاهدينا، سعيدة بلقائكم في عدد جديد من برنامج في الواجهة. اهتمام إعلامي لافت لاقته زيارة الوزير الأول الإيطالي إلى الجزائر عشية مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية وما تشكله تداعيات الهجرة غير الشرعية بالمتوسط من تحديات للبلدين في ظل تنصل المسؤول الأول فرنسا عن هذه المعضلة وتأكيد الجزائر على موقفها الثابت بشأن ضرورة إشراك جميع الليبيين لحل أزمتهم بأنفسهم. هل سينجح لقاء باليرمو من حيث فشل الآخرون في إصلاح ما أفسده الناتو والغرب ككل في ليبيا وغيرها من المناطق؟ أما محليا فكان الانشغال الصحي حول عودة داء البحمرون بعدد من الولايات بارز في الصحافة الوطنية الصادرة لهذا الأسبوع، والسؤال كان الخوف، هل الخوف أم العزوف من يحول دون التلقيح ضد هذا الداء، وليس هذا الداء فقط بل حتى بالنسبة للإنفلونزا. أما حديث الإنجازات فكان هذا الأسبوع وبدون منازع من نصيب ابنة عين الفوارة وتحديدا مدينة عين ولمان التي شرفت الجزائر بلسانها الفصيح أو بفصاحة لسانها وسعة ثقافتها في أكبر محفل للقراءة العربي بدبي، والتي نسعد اليوم باستضافتها ندى عنقال رفقة عدد من الزملاء الإعلاميين. أهلا بك ندى عنقال، سعداء جدا باستضافتك معنا اليوم. ولو أنا أسعد منكم باستضافتكم لي. أهلا وسهلا. عبد الوهاب بكروح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير أختي وهيبة. أهلا عبد الوهاب جاكون، أهلا وسهلا. مساء الخير أختي وهيبة. أهلا. وفريد زمن بلا، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا. طبعا النجمة اليوم بدون منازع هي ندى عنقال، نعطي لها الكلمة الافتتاحية. راح تكوني معنا ندى لكن في الجزء الأخير، معليش تبعي معنا النقاش ونعطيك كلمة افتتاحية قبل أن نعود لك في الجزء الأخير من البرنامج. بداية شكرا لكم لاستضافتي معكم في برنامج في الواجهة. لا أخفي عنكم أنني كنت لم أكن متابعة تامة لهذا البرنامج، إلا أنه استقطبتني المواضيع الملقاة في هذا البرنامج، وإنه لشرف لي أن أتواجد مع هذه الوجوه النيرة، هذه الوجوه المثقفة والتي قد ارتقت بأفكارها إلى عنق السماء. طبعا مش أسعد منا أكيد ندى، لنعود ليك ونعطوك إن شاء الله جزء مهم من البرنامج لأنك شرفتي الجزائر. وعبد الوهاب كالعادة تابعت أحداث الأسبوع وش كان بارز فيها؟ مساء الخير اختي وهبة، مساء الخير المشاهدين الكرام. الاسبوع كان غني جدا، يعني اول يعني حدث كان عوده العقوبات الامريكيه على ايران. صحيح. وانعكاساتها المباشره على النفط، ولاحظنا انه عكس ما كان يتردد من ان الاسعار سترتفع وكذا، كان فيه انخفاض في الاسعار. وهذا شيء طبيعي، لماذا؟ لانه فيه الكثير من البلدان التي سارعت الى ضخ المزيد من النفط، وايضا الفصل، لانه انتهى فصل العطل ونحن نتوجه نحو فصل الشتاء لتنقص فيه الطلب على المواد المكررة. هذا واحد. في نقطة ثانية أيضا يعني أثرت انتباهي، وفي اعتقادي أنها جت في وقتها، ولو أنه يعني اليوم فيه الكثير من الناس اللي يقولوا تأخرت، ولكن جت في وقتها، وهي تتأخر موافقة. أحسن من لا تأتي أبدا. نعم نعم، أنت تأتي متأخرا، أنك لا خير من ألا تأتي. مصادقة مجلس النقد والقرض على التمويل الإسلامي، يعني السماح للبنوك الجزائرية يعني العمل في الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا يكون يعني إضافة جيدة للاقتصاد الوطني، إضافة جيدة إلى المؤسسة الجزائرية، إضافة جيدة أيضا للخواص الجزائريين وحتى إلى الأفراد، لأنه خاصة فيه يكنزون يعني الأموال في، نعم في البيوت فيه أكثر من البنوك، فيه قطاع عريض من المؤسسات، قطاع عريض من الأفراد الذين يعني يتحاشون التعامل مع البنوك التقليدية، وهذه ربما نافذة ستكون يعني إضافة قوية يعني للاقتصاد الوطني، وإضافة أيضا يعني لإنجاح الكثير من المحاولات التي عملت عليها الحكومة في الكثير من المناسبات لتشجيع الادخار وتشجيع ربما التعامل مع البنوك، وعدم يعني التعامل فقط في السوق الموازية والسوق السوداء. يعني هذه بادرة يعني طيبة جت في وقت مناسب، وخاصة أن في وقت الأزمة نحتاج لكل الموارد المتاحة في البلد، والموارد اللي توفرها هذه الصناعة، هذه صناعة الإسلام، يعني ليس في الجزائر فقط، خاصة السوق الموازي يعني تحصي مليارات الدولارات، يعني هذا باعتراف البنك الجزائري المركزي هي 40 مليار دولار. لنأخذ أن هذه 40 مليار دولار يعني نأخذ منها 50% فقط، هي إضافة مهمة جدا، مهمة جدا خاصة في هذه الأزمة. جاكون،
على الشيء اللي لفت انتباهي وكذلك خرجات ولا جوله وزير العدل الى وحران، وبالمناسبه تكلم على الاصلاحات التي سوف يبادر بها القطاع نتاعو والمتعلق بحقوق الانسان، وكذلك استنطاق الوزير المجاهدين ووزير الداخليه فيما يخص يعني مجال الصلاحيات نتاعهم. ووزير الداخليه تكلم على ابتكار ولا خلق اداره افتراضيه مما راح يسمح يعني ويسهل يعني كيما نقولوا من المتاعب تاع المواطنين، وهذا يعني كيما نقولوا احنا تصير 24 ساعه على 24 ساعه، وهذا شيء يعني ايجابي مهم جدا في اصلاح الاداره بالفعل. وكذلك حديث عن الاقتصاد في الكهرباء يعني التخلي عن المصابيح الزئبقيه واستبدالها بمصابيح اللاد في 33 اعتقد ولايه، هذا مهم جدا لانه في 27 مليار اعتقد كانت تروح كمصاريف الكهرباء في البلدية. لازم يعني نظر في الاساليب وفي الامكانيات صحيح. اننا نقتصد هذه يعني الطاقه اللي راهي مهمه في ظل التوجه للطاقات هذه الجديده والنظيفه. بنبله نشوف زياره رئيس المجلس الايطالي للجزائر مهمة جدا بالنسبة لبلدنا، ومهمة أيضا بالنسبة لحوض المتوسط، ومهمة بالنسبة لدول الجوار التي تعيش ربما أزمات، وآن الأوان أن تدخل في حوارات صحيح. للجزائر وإيطاليا شارك فيها صحيح. وأخص هنا بالذكر صحيح. قمة بالارمو اللي نحن على خليني معك ملف بلا نبدأ معك لأنه هو الملف الرئيسي راح نبدأ به في هذا. تابعنا أكيد زيارة كما قلت الوزير أو رئيس الوزراء الإيطالي، لقاءه بالوزير الأول الجزائري، تقريبا هموم مشتركة بين الجزائر وإيطاليا تحديدا فيما يتعلق بالملف الأمني خاصة الهجرة غير الشرعية، التهديدات الإرهابية، لأنه الجزائر يراد لها أن تلعب دور الشرطي وهو ما ترفضه، وكذلك إيطاليا تقريبا هي بوابة أوروبا وكل المهاجرين غير الشرعيين تقريبا التوجه يكون ليهم في العادة. ويحيى قالها صراحة يعني قال كل ما نراه الآن من مبادرات أو مما سبق تقريبا هو حلول ترقيعية لم ترقى إلى الحل النهائي للأزمة خاصة في ليبيا. إيه صحيح، هذا يعود بنا من جديد إلى ما كانت الجزائر تحذر منه في بداية الأزمة قبل التدخل حتى الناتو في ليبيا، قبل التدخل تحديد. وكان التحذير شديد على أن انهيار بلد من الصعب إعادة بنائه صحيح. والآن نعيش أزمة ولدت أزمات، منها الهجرة غير الشرعية، ومنها أيضا التوتر الأمني اللي واقع على ضفاف المتوسط اللي كان من زمان يحاولوا أن يكونوا كهذا بحيرة سلام. هذه التوترات الكثيرة هي أخلطت الأوراق وخلت من جديد السياسات الأوروبية تعود إلى الرؤية الجزائرية وإلى الحكامة الجزائرية، وشفناه صراحة كذا عليها يعني الوزير الأول الإيطالي وكيف عاد من جديد إلى ما قامت به الجزائر من قبل في حل الأزمة المالية وفي حل الكثير من مقاربات الجزائر كانت تعول على الحل السياسي، وهي مقاربات يعني تمر حتميا بالطرف المعني به وهم الليبيين الذين يجلسون ضرورة حول طاولة واحدة. سياسة المحاور السابقة كما كانت تنتهجها فرنسا مثلا أدت إلى توتر كبير وأخلطت الأوراق صحيح. وفي نفس الوقت احنا نشوفوا هذا المبعوث الأممي، هذا مبعوث أممي جاي ومبعوث أممي رايح ولكن الأزمة هي يعني نشوف الأزمة الليبية تحل تماما مثل ما جرت مع الأزمة المالية صحيح. جلسات الحوار تكون بين الليبيين وهم الذين يقررون يعني مصيرهم وهم الذين يفرضون الحل الأنسب صحيح. وهذا ما تعول عليه جاكون الجزائر دائما تقول بأنه لا حل دون إشراك الليبيين، يعني كل الأطراف الليبية طبعا ما عدا المتورطين ربما في حمل السلاح، لكن كل الأطراف الليبية يجب أن تكون موجودة في هذا الحوار، لأنه تقريبا الأوراق أوراق حل الأزمة الليبية للأسف ليست كلها في يد الليبيين بل في يد أطراف أخرى بما فيها فرنسا اللي تتهمها إيطاليا بأنها تعرقل الحل والوصول إلى حل في ليبيا. لازم نعرف أولا أن في علاقة خاصة بين الجزائر وإيطاليا صحيح منذ عهد التسعينات يعني احنا لما كنا في أزمة صحيح. البلد الوحيد اللي قدم لنا ديون هي إيطاليا بالفعل. بجانب إلى اليابان نعم. يعني بمبلغ 6 ملايير من الدولارات، وهذاك يعني أنا ذاك ماهوش يعني ما كانش حتى ضمانات صحيح. ولكن والإبقاء على سفيرها في الجزائر يعني لا يعني جرأت وكما نقولوا حاولوا يعاونوا الجزائر.
كذلك نعرف ان ليبيا هي مستعمره قديمه لايطاليا في التاريخ ربما التاريخ يعني وقالها المرحوم يعني القذافي قلم لما يتم الاحاطه به راح إيه راح تكون فيه يعني كيف نقولوا احنا هجمه كبيره تاع يعني هذه المهاجرين غير الشرعيين. وبالتالي انا نظن ايطاليا هي كيف نقولوا المؤهله اكثر انها تلعب دور في حل الازمه الليبيه. لكن فرنسا تعتقد انها ستسمح لها وهي التي تعرقل حتى لانه الرهان الان كيف سينجح باليرمو اين من حيث فشل الاخر اي اوراق تملكها ايطاليا لانجاح هذا حتى المؤتمر؟ حتى اذا كان في اتفاق ضمني داخل عن الاتحاد الاوروبي ولكن دائما كل بلد يراعي مصالحه. نعرف بعد اي حكي نقول حرب او بعد يعني دمار تاع بلد اللي هو التعمير والتعمير يعني كيما نقولوا احنا في تقاسم يعني الكعكة يعني هذه المشكله يعني هذه المشكله صحيح وهذا المشكل دعني لانه هو قضيه مهمه عبد الوهاب. قضيه انه ايطاليا تقول بانه المشكل دائما انه فرنسا تقدم دائما مصالحها الشخصيه فيما يتعلق بالازمه الليبيه اكثر من مصالح الشعب الليبي او الدول المنطقه المتضرره من ما يحدث في ليبيا وفي حتى دول الساحل وافريقيا ككل. شوف اختي وهبه باش نفهموا المعادله خاصه جيدا. ما يتعلق بالهجره غير الشرعيه سامحني عبد الوهاب لانه ايطاليا استقبلت اكثر من 700 الف مهاجر في خمس سنوات بملايير الدولارات للاستقبال المصاري واحيانا الاوروبيين يرفضوا تقاسم الفاتوره معها والاعباء معها صحيح حتى نفهم المعادله جيدا نحاول نفكك عناصرها ونقولوا في عجاله. اولا الحرب الحقيقيه في ليبيا تكمن على الطروات. اولا الاموال الليبيه 70 مليار دولار تم نهبها من طرف الناتو وبنوك اوروبيه وحتى امريكيه وبريطانيا. ثانيا الغاز الطبيعي، ليبيا خزان كبير جدا للغاز وتواجد توتال على الاراضي الليبيه تواجد الان يعني في شكل هجمه في شكل حرب على ليبيا. في شكل حرب على ليبيا يعني من هو الذي يعني قبل ان نصل كما قال اخي عبد الوهاب الى من يعمر ليبيا؟ من يعمر ليبيا؟ لشركات التعمير الاوروبيه والامريكيه والاسيويه والصينيه وربما المغاربيه يعني كلها راح تشارك ولكن صحيح. الغاز الطبيعي والنفط الليبي الهلال الليبي الهلال النفطي في ليبيا اليوم حرب ضروس بين الشركات الفرنسيه الشركات الايطاليه الشركات البريطانيه والشركات الامريكيه. هذه هي خلفيه الحرب. ثم ناتي الى معامل ثالث وهو علاقه فرنسا وايطاليا بليبيا، علاقه فرنسا بالبلدان الخليج المتورطه في الازمه الليبيه، العلاقه بين ايطاليا والدول الخليجيه التي تدعم حفتر او تدعم السراج. احنا نعرف هذا مش سر ليش نسمع على احد. السراج فايز السراج تدعمه يعني حفر تدعمه ربما بلدان خليجيه يعني هي هذه تفاصيل وهاب. لكن 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 بالعموم انت ولكن مهم جدا اختي وهاب اكيد 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 نحن نتابعها ونعرفها وعبد الوهاب يعني ترفض هذه البلدان ترفض ان ايطاليا تنجح في 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 في, في حلحله الامور. يعني اليوم اللي يقول بان المطلب اللي يقول بان الليبيين هم اللي حلوا الامر فعلا الجزائر على حق عندما تقول الليبيين وحدهم اللي حلوا مشكلتهم لانه اذا استمر في يعني طلب التدخلات الاجنبيه عمرها ما تعمر ليبيا وعمرها ما استقر ليبيا وعمرها ما تستقر البلدان اللي في جوار ليبيا اللي هي مصر والجزائر. بالفعل. وحتى اليوم ان التحديات اللي ربما تواجه مصر ولو انها ربما اقل حده من التحديات اللي تواجه الجزائر صحيح. الا انها قرابه 1000 كيلومتر من الحدود الا انها اليوم يعني استقرار ليبيا اصبح اكثر من ضروره. لماذا؟ لانه في اوروبا الانتخابات الاوروبيه على الابواب وصعود اليمين المتطرف في اوروبا يعني تقريبا اصبح المزاج الاوروبي هو كله يميني متطرف يرفض جمله وتفصيلا للمهاجرين سواء المهاجرين يعني من 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 من, 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 من المغرب العربي او المهاجرين يعني من افريقيا الصحراء من جنوب الصحراء عبورا بليبيا. اليوم الاستقرار يهم اكثر هذه المنطقه هذه ولكن
تحدي كبير، تحدي الاموال والنفط يعني في ليبيا يعني مهم جدا، ويجب على الليبيين هم اللي يجتمعوا بالفعل ويحميوا ثرواتهم. والا تكمله الورقه الرابحه بيد ايطاليا انها ترهن على الجزائر، على خلاف فرنسا التي تريد الانفراد بالملف الليبي وتفرض املاءاتها وشروطها. والسياسه الفرنسيه في مرحله سابقه مع الحاله يعني الماليه تبعت هذه وفشلت، ولكن إيطاليا تدرك ما مدى ثقل الجزائر في هذا الملف، والجزائر عندها تجربة ليس فقط مع دول الجوار في تفكيك بعض الألغام وفي حل أزمات، يعني في مبادرتها في ليبيا والتي في ماليا عفوا وأتت تقرأ تقريبا كل الأزمات الإفريقية نلقى وراها الدبلوماسية الجزائرية. أكيد هناك رصيد توظف، وإيطاليا تدرك لأنه الجزائر سمحني بنبلي لأنها الجزائر تنطلق من ما عندهاش مصلحة شخصية. الجزائر تبقى دائما على نفس المسافة من جميع الأطراف وتريد يعني الحل السلمي لمصلحة البلد والشعب مثلا الليبي أو المالي أكثر مما احنا مصلحتنا لما يكون بلد مجاور مستقر بلد مجاور صحيح. وكذلك يمكن أن تكون في علاقات اقتصادية تجارية، ليس لدينا مطامع في ثروة تلك الدول، ولكن الهم الأكبر لنا أنه استقرار هي مسألة أمنية. وحتى جاكون حتى قضية مسألة يعني المهاجرين غير الشرعي، احنا عندنا ما عندناش مشكل مع المهاجرين غير الشرعيين يعني كناس يعني اضطرتهم الظروف أو اللجوء، ولكن احنا عندنا مشكل لأنه أحيانا يندسوا في وسطهم بعض الجماعات الإرهابية المتاجرين بالبشر صحيح، وبالتالي هذا الإشكال اللي يطرح هنا بالنسبة للجزائر. هذا هذا المسألة والظاهرة يعني طرحت لما تكون في بلد مستقر قادر على حتى حلها ومعالجتها يكون اسهل لما كانت وقت القذافي كانت الهجره ولكن ما كانش بهذه الوتيره ما كانش بهذه الوتيره، لان كان البلد كان مستقر وكان المهاجرين الافارقه يستقرون في ليبيا. اليوم احنا لاحظنا ان بعض القوى الغربيه والمخابرات الغربيه سواء في مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو والبنين اصبحت تستعمل ورقه المهاجرين لضرب الاستقرار في كثير من البلدان، وهذا تخوف من الحكومه الجاريه ومن حقها تخوف من هذا. ولتبديد المخاوف حتى نختصر باختصار، يعني إيطاليا وجهت الدعوات لأكثر من دولة حتى في أمريكا في أوروبا في العديد من الدول العربية، تعتقد أنه هناك إرادة حقيقية لحل هذه الأزمة؟ لا الورق بالنظر للدول التي استدعيت لهذا عالية التكلفة في أوروبا أختي وهيبة، ورقة المهاجرين أصبحت يعني مكلفة جدا، وخاصة أن الاقتصاد الإيطالي وغيرت حتى اللون يعني اللون السياسي في أوروبا، أصبح التوجه نحو اليمين متطرف يعني كثير من الدول وصل إلى سدة الحكم، واليوم فيها تهديدات جدية بأن البرلمان الأوروبي في الانتخابات القادمة اللي هي على الأبواب يعني رايحين يتخوفوا كثير من خاصة من صعود اليمين المتطرف في ألمانيا في 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 بولونيا في النمسا يعني في ألمانيا أثر على المشكلة يعني يعني المشكلة يعني نقولها بكل صراحة يعني أن هذا اليمين المتطرف عداوته مباشرة مع الإسلام، يعني أصبح حتى أنه فيه شاب نمساوي أصبح على اليوتيوب عنده أكثر من 3 مليون صفحة من المتابعين فقط لأنه مناهض لل نعم مناهض كل ما هو إسلام. فاليوم هذه الورقة هذه أصبحت عالية التكلفة، وخاصة الاقتصاد الإيطالي احنا نعرف بانه اقتصاد يعاني بالمقارنه مع اقتصادات الكثير من البلدان الاوروبيه، حتى لاحظنا انه في الاسابيع الفارطه صندوق النقد الدولي طالب ايطاليا رسميا بتحكم في عجز موازنتها، لانه يعني اكثر من اللي نورم يعني اكثر من والاتحاد الاوروبي ايضا. ف يعني اليوم هذه الورقه اصبحت يعني اليوم ايطاليا لما تثقل كاهل ايطاليا اولا لانها اول متلقي هي بوابه الدخول الى كثير من الدول اغلقت حدود في وجه المهاجرين وبقت ايطاليا واليونان من بالرغم من العلاقات يعني والقوانين والتشريعات المشتركه في ظل داخل الاتحاد الاوروبي الا انهم رفضوا تقاسم الاعباء مع ايطاليا. وتبقى يعني دائما النظره حتى اختم فنيتس اعتقد انه نظره الجزائر يعني للحل في اطار مقاربه شامله تستبعد التدخلات العسكريه والسياسيه في هذه الدول الافريقيه هي اعتقد الاقرب الحل صحيح لا لوجيك. شوف الجزائر تراهن يعني الحل الدائم الاستقرار الدائم ترقيعات هذه ولا هذا صحيح كل هذه الاشياء محاولات لاطفاء النار فقط صحيح. ولكن مؤقت. هو الحل الجذري كما قلت لك قبيلات كما تماما الطريقه الماليه هي الاصوب وهي الانجح
ليبيا تبعتها في بداية الطريق وكانت في حوارات ليبي بين الليبيين لهنا في الجزائر وعطت نتائج، ولكن التدخل الفرنسي هو أخلط هذه الأوراق وخلى كل الأطراف تراهن بأن تلعب دور وتخلط يعني الأوراق. وهنا يجب أن يكون ليس فقط التدخل الفرنسي وإنما أيضا التدخل الخليجي اللي أصبح يصفي حساباته على الأرض الليبية. لهذا يجب أن الليبيين يكونوا عارفين مصلحتهم أين، لأنه ما كاش اللي راح يحب لك الخير أكثر من ذاتك يعني. من ذاتك ولن يؤلم الجرح إلا من به داء. لهذا لازم يكون الفرنسي هو الضغط الخليج ربما هكذا برك الديكور. الصح هو مع 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 فرنسا نسخيق برك. لماذا؟ لان الازمه الليبيه ايضا مع هذا تدفق المهاجرين غير الشرعيين ولات تنسف البيت الاوروبي في حد ذاته. اكيد قاتل الاتحاد الاوروبي يعيش ازمه مش فقط قال نغلقوا الحدود أكيد. وان كان بين قوسين يعني هما اللي جناوا على هذا لانفسهم، ولكن الازمه والمتاعب الاكبر راها تعيشها ليبيا ويعيشها دول جوار ليبيا. جاكون خلينا نروح معاك المسألة أخرى في ثواني. زوج كلمات برك. ما تقدرش تبادر في حل مسألة أو إشكالية إذا ما كانش عندك معرفة بالميدان. الجزائر تعرف ليبيا. تعرف ليبيا. لأن المشكل في ليبيا أيضا هو المشكل العشائري يعني. قلهم كلهم. قبلي. يعني كيفاش يمكن تمثيل كل عشائر في حكم وطني وهذا مش مرسال هذا ما عندهمش تجربه مع البرلمان ولكن اكيد لينا متابعه المؤتمر باليرمو اللي راح يكون في 12 من الشهر الجاري والجزائر ستشارك على مستوى عالي لانه مهم يهمها المساله الليبيه. تابعنا كذلك جاكون الانتخابات الامريكيه تجديد النصفي الامريكيه اللي كانت النتائج مجلس النواب قال الى الديمقراطيين والكونغرس قال الى الديمقراطيين. هل ننتظر تغيير ما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية؟ لا حقا الكونغرس عنده يعني ثقله وزنه، ولكن في رئيس يعني في الاكتواليتي كما نقولوا احنا اليوم هو اللي يحتل يعني كيما الاحداث في امريكا بالخرجات نتاعو بالاجراءات نتاعو. لكن ما بقاش مطلق اليدين الان والديمقراطيين يعني حازوا على الاغلبيه. ربما هو يعني بعد الانتخاب تاعو الامريكان شافوا لانه فيه عقده فيه مشاكل يعني بكل صراحه فيه مشاكل مع الجيران يعني مع الجيران وكذلك يعني في السياسه الخارجيه وكذلك حتى في العلاقات الاقتصاديه مع الممول الكبير اللي هي الصين. لأن الاقتصاد الأمريكي مبني على المساهمات الصينية. كيفاش انت غدوة تغلق على يعني السوق الأمريكي وتفرض ضرائب وتتراجع لا والغريب الغريب في هذه النتائج ربما عبد الوهاب أنه رغم ما قام به يعني اقتصاديا على الأقل يعني أكبر الخبراء قالوا بأنه ترامب نجح اقتصاديا يعني خلق ربع مليون منصب شغل. نسبة البطالة تراجع إلى أقل من 4% كثير من يعني حتى تخفيض الضرائب أشياء كثيرة اقتصاديا تحسب له، لكنه في السياسة وفي هذه الانتخابات يعني فقد الكثير من على الأقل مجلس النواب فقدوا لصالح الديمقراطيين. في اعتقادك وين كان مكمن الخلل في خطابه دائما العدائي؟ هو يعني كان ناخبين أمريكان، احنا تابعنا الانتخابات ناخبين أمريكان من مدة ما انتخبوش ولكن انتخبوا هذه المرة هذه لأن شافوا حياتهم تغيرت. يعني الأمريكي معروف في التاريخ انه لا يهتم بالعلاقات الدوليه، ما يركز على الداخل الامريكي اكثر، يهمه حياته، يهمه بيته، تهمه يعني ظروف الضرائب يعني ضرائب قليله والصحه والملف الصحي والتامين الصحي والرعايه الاجتماعيه وهذه الامريكي. ولكن حتى في العلاقات الخارجيه اليوم ربما بعض الامريكان يقولوا انه خسرته يعني البرلمان كما نقولوا احنا الاغلبيه الديمقراطيه ربما تعرقلوا في سن بعض القوانين وتخليه ربما مكتوف اليدين، ولو انه هو يعني الان تجديد النصفي سنتين يعني راح يتمهم وربما يترشح العهدة يعني ثانيه. ولكن كاين اللي شافوها يعني تقريبا هو صبر اراء هل يمكن ان ايضا في انتخاب 33 حاكم ولايه جديد يعني هذا سمح للرئيس الامريكي انه يخرج
منتصر يعني بصراحة منتصر. لماذا؟ لأنه دفع بالكثير من الأمريكان إلى العودة إلى صندوق الانتخابات، دفع الكثير من الأمريكان إلى الاهتمام بأنهم تغيرت حياتهم على ولو على حساب يعني الأخلاق الأمريكية والمبادئ الأمريكية اللي ربما الديمقراطية وحقوق الإنسان وربما مناصرة، إلا أنه يعني ترامب ربما عاد اوروبا او يعني عارض اوروبا في كثير من الملفات، مش فقط اوروبا الهجره يعني ربما وكثير. المكسيكيين بنى جدار واليوم يمنع جنوب امريكا من الوصول الى امريكا، ولكن داخل امريكا ولكن داخل الامريكي باعتقادي الاساسيه لما علاش لقضيه الصحه. قضيه الصحه يعني نقولها بكل صراحه، الامريكي يوجد في صعوبه انه جاكون. خلينا في هذه الانتخابات باش نروح للفليدس، يعني من الاشياء اللي اشار لها او قال قضية، قلت لك قالوا أنه حتى الخطاب خطاب ترامب دائما يحمل العدائية ويحمل، ولكن كما قال لك عبد الوهاب أنه نجح أنه يستقطب كل هذو الناخبين وخاصة من فئات الشباب والنساء، ويعني وإن كان الأمور ما خدمتوش 100%، لأنه شفنا حتى وصول امرأتين مسلمتين لأول مرة إلى مجلس النواب الأمريكي، والمعروف تقريبا بعدائه للمسلمين. أنا نشوف بداية مؤشر في تغيير السياسة الأمريكية، حتى في تغيير الهيكل وفي تغيير التوازنات. الغالبية الساحقة التي شاركت في الانتخابات ليس أنه ترامب هو أقدر يشاركها يدخلها في هذه اللعبة، ولكن حست بأنها مهددة، حست بأنها لا مكان لها في هذا التوجه الأمريكي اللي هو يعادي الناس كل. ما كانش بلاد في العالم يمشي يدير العدو مع الناس كل. كاين هناك التزامات تاع الدول على الرؤساء احترامها، ولكن شفنا ترامب بالقوه يعني يستعمل قوه يعني سؤال، وهذا هذه تقاليد يعني لم تألفها أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية. وهنا يعني ما نعرف حتى نغلقوا قوس نفتحوه سريعا ونغلقوه سريعا، لأنه نعرف الولايات المتحدة دولة مؤسسات، هل قرارات يعني ترامب هي يعني من راسه وحده، أم أنه هو يفتقد للشق الدبلوماسي، لأنه هو رجل اقتصاد بدرجة الأولى وبالتالي رجل أعمال ورجل مال، بالتالي تخلي قراراته هكذا شغل. صحيح، هو على هذا الأساس جهد نوع من الرد الفعل. الرد الفعل نقدر نعتبره عنيف يعني. لماذا؟ لأن ترامب كان كل حاجة يتخذها من نفسه، أنه كلش وفي كل بلد يهدده. ما كانش هناك كلمة للحوار، ما كانش هناك حوار، سامحني برك، ما كانش هناك ما كانش فيها يعني الحوار مع الآخر للشريك. أمريكا تخدم مع شركاء، ماهيش وحدها في أحادية القطبية. حتى لو تكون أحادية القطبية مش ممكن تدير العالم بانفرادية. هي تحاول ربما إدارة العالم بانفرادية، ما تقدرش طالب بحرية السوق وتغلق السوق نتاعك. هذا يعني كما نقولوا احنا تناقض مع الفكر الليبرالي والرأسمالي. زيد أمريكا بصراحة إلى حد الآن مع ترامب ولا مع ريغان ولا مع اوباما ما حلتش المعضلات على الصحه. يعني كاينين فيها فئه كبيره من الامريكان يوجدوا صعوبه في المعالجه الصحيه بكل صراحه. هذا المشكل ما هذا على الصعيد الداخلي. جاكون، على الصعيد الخارجي كذلك كان ملف بارز، هي الحزمه الثانيه من العقوبات على ايران. تابعنا هذا الاسبوع، وربما هناك من يتساءل هل هذه الانتخابات ستنعكس في التاثير على قرار ترامب بشان هذه العقوبات، وفي اعتقادك هل حزمه ثانيه ضد إيران اللي تعودت أصبح عندها مناعة أعتقد على 79 إيران فوتت 40 سنة من الحصار والعقوبات أصبحت عندها تقريبا تعودت على هذا، درك حنا نهضروا على الآثار، هل ستجلب هذه العقوبات إيران لطاولة المفاوضات مجددا؟ هذه أشياء جديدة يعني إيران عاشت نفس هذا الوضع، ولكن اليوم إيران على حلفاء، لا روسيا، لا الاتحاد الاوروبي، لا عندنا الاتحاد الاوروبي، وكذلك عندنا الصين، كذلك الصين بصراحه يعني ما حد ما يكونش فيها تاثير يعني بكل صراحه ما كانش. وزيد حبوا ولا ما حبوش، انا كانت لي فرصه اني زرت يعني ايران، عندهم اقتصاد متطور. نعم عندهم اقتصاد متطور يعني بكل صراحه يعني ماهوش يعني ما نظنش يعني في بعض المتاعب في الاقتصاد الايراني وبعض التضخم حتى هو داخليا. هو يعني لكن هو الحق يشيل يمليه الموقف تاع برامب الجمليه، هو فيه لوبي يهودي حابين ولا ما حابينش ليملي عليه، لان اسرائيل ماهيش في حاجه الى ايران، عنده كيما يقول القوه النوويه. هذا هو اللي لا الاشكاليه ولا حتى هذا هو الاشكاليه. لا هذه الاشكاليه، هذه الاشكاليه يعني ايران
ترجع بلد نووي هو خطر على الكيان الصهيوني وعاد يعني كما قال الاخر وضرب التوازنات في المنطقه. هذه فقط بكل اكيد اكيد لانه مصلحه اسرائيل هي في اولويات الولايات المتحده وكل السياسات الامريكيه. بس كلمه برك، شوف كاين دول حصار يقويها ولا يضعفها. ايران عندها مناعه، عارفه واش دير، عندها اهدافها. اكيد اكيد عندها مع أكيد طول الوقت صحيح اكيد عندها تتعامل مع الجيران كيف اكبر العلاقه تاعها وعندها خطه بديله اكيد صحيح. وشفنا انه حتى هناك ست دول تم استثنائها على مدار 18 شهر وبالتالي هذا هامش تقدر تلعب في ايران سامحني عبد الوهاب، وخاصه انه حتى خلال السنتين اللي رفع عنها الحصار يعني كان عندها مدخول مالي. انا اريد ان اصل معك الى نقطه اخرى لانه حتى نعود الندى للضيفه باش نمر على بعض القضايا الاخرى. هذا في الشق الدولي، خليني وهاب نروحوا للشق المحلي والداخلي اللي كان ثاني يهمنا احنا ملف الصحه كذلك يهمنا مش فقط الامريكيين كما تابعنا وتابعنا وزير الصحه هذا الاسبوع كانت خرجه مهمه جدا عندما تحدث عن تخصيص مستشفيين بالجنوب بورقله وبالشار تقريبا صحيح بسبب التجميد وكان هذا اعتقد اهم ملف كان يطالب به سكان الجنوب بالنظر للبعد المسافه والتنقل والجهد والمال اللي كان يبذل حتى يتوجهوا الى مستشفيات الشمال وغياب حتى الاطباء، بالتالي هذا نقطه مهمه تبعنا هذا الاسبوع. هذا الاسبوع يعني كانت نقطه غايه في الاهميه لاننا لاحظنا ان اولا يعني مهم جدا القرار اعاده هذه المستشفيين لان هذه المناطق هذه فيها ساكنه كبيره. مستشفيات جامعيه يعني. نعم جامعيه وما 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 صح. عندما نقول وما يترتب عنه من نعم يعني طاقم طبي ومختصين وتكوين يعني مهم. في البحث الجامعي وكذا. ايضا هناك نقطه اشار لها السيد الوزير وهي انه يمنع على المستشفيات ويمنع على مراكز التوليد انهم يرفضوا اي امراه وصلت لهم. صحيح كنت لاحظنا يعني صحيح. اننا لاحظنا في سنوات الفارطه يعني كثير من الجزائريات يعني اللي يموتوا يعني خسرنا 57 حاله في 2017 فقط امراه وفاه حامل. نقولوا يعني خسرنا كثير من الارواح بربما قرارات اعتباطيه وقرارات عشوائيه انك انت مدير مستشفى او رئيس مصلحه التوليد أحياناً أقل معين. يعني على مستوى أنك بسبب من أسباب غياب قابلة أو غياب ممرض أو غياب ممرضة أو غياب يعني الإمكانات. هل يعني المستشفى يعني يرفض سيده لسبب انه يعني تحمل مسؤوليتك يا اخي تحمل مسؤوليتك. احنا نعرف بان بعض المستشفيات تعاني من نقص تعاني من بعض النقائص ولكن ليس على حساب ارواح الجزائريين. يعني روح الجزائري او روح يعني الانسان مهما كان جزائري ولا غير جزائري روح الانسان راهي غاليه. يعني اذا كان انت مستشفى ترفض يعني هل تريد ان يعني يتم توليدها في الطريق او ما يعني صح. هذا قرار تسجيل يعني ملاحظه مهمة كذلك يعني مهم على تسجيل أنه طالب النساء الحوامل تسجيل أنفسهن على مستوى أقرب يعني مستشفى في الشهر الثالث حتى تتم تسهيل العملية. نعم يعني حتى النساء لأنه يعني اليوم احنا نلاحظوا بأن عدد المواليد يعني زاد الله يبارك وإن شاء الله يزيد أكثر. احنا ماذا بينا باش يزيد أكثر يعني دليل أن تحسن مليون حالة ولادة في السنة المعيشي يعني نعم الزواج مع السكن ولكن هذا لا يعني أننا نتسامح مع مدير مستشفى أو مع رئيس مصلحة صحيح. عندما يقصر في يعني خسرت 57 حالة في سنة واحدة هذا غير مقبول يعني كبير. في اعتقادي ان هاد المستشفيين رايحين يخفوا الضغط كثير عن هذه المناطق خاصة المناطق الجنوبية كثيرا بينما كانوا يعانوا من نقص خاصة الأطباء والمختصين. وفي قضية الأطباء والمختصين قرار مهم كذلك شفناه يعني رفع المنحة من 20,000 إلى 60,000 دينار بالنسبة للأطباء الممارسين يعني الاخصائيين وهذا الشيء كذلك ويعني بقدر ما يكون المنطقه تكون بعيده يعني اقصى الجنوب نعم. المنحه راح تزيد بالتالي هذا راح يشجع حتى الاطباء يعني يفتحوا في واحد ربعه يعني صحيح باش يفتحوا بالمستشفى صحيح. انا اشوف هذا خيارات مهمه جدا لانها جات بعد يعني نوع من الغضب بعد نوع من الاحتجاج الان يعني المرور الى العمليه الى العمل التطبيقي صحيح وقال راح يكونوا في خلال 3 سنوات المستشفيين وهناك منح الاولويه ليس فقط يعني للمستشفيين ولكن فيها بزاف ولايات جنوب راح تستفيد كبدايه ثم يتم رفع تحمل الارصده الماليه حتى التجميد حتى يكون هناك نوع من
لا مركزيه، لا مركزيه في في العلاج، وينحيوا هذاك يعني البسيكوز على المريض يتنقل دائما للشمال، للشمال وفي نفس الوقت ينحي تلك المخاوف التي يقودها ربما هذول الاطباء المقيمين، حتى ما يكون تحركهم يعني وتوجههم نحو مختلف الولايات تكون يعني مرفقه بتجهيزات، مرافقه بهياكل، ما يكونش فرق بين الشمال والجنوب. وهذا تتماشى وراح يخفض حتى الضغط على مستشفيات الشمال. هذا مهم حتى بالنسبة للقرار السياسي في إنشاء ولايات منتدبة، في لقاءات تمت هناك كيف تنمية مناطق الحدود والمناطق الجنوب وغير ذلك. وهذا يؤدي للاستقرار الاجتماعي ويؤدي للانتعاش الصحي أكثر. بالفعل. ولماذا لا نشوف سكان الشمال يروحوا الجنوب؟ أكيد إن شاء الله. أكيد 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 إن شاء الله يا ربي. وجاكون يعني هذه كلها كانت حقيقة يعني قضايا كانت أثلجت صدور الكثيرين هذا الأسبوع، سواء بالنسبة للأطباء أو حتى بالنسبة للمواطنين. قضية أخرى وإن كانت الآن تثير هواجس، قضية عودة البوحامرون بعدد من الولايات، تسجيل 3 ضحايا من الأطفال للأسف. المشكل البوحامرون والتلقيح ضد البوحامرون تحديدا جاكون، ومشكل خوف، مشكل عزوف، مشكل ماذا؟ احنا كنا رائدين في التلقيح، ما الذي حصل حتى ولات الناس ما تلقحش أبنائها؟ شوفي، أولا كاين فيه تكون فيه سياسة، لما واحدة تكون بالحمل احنا نعرفوا بلي دائما تكون متابعة من طرف طبيب نتاعها. صحيح. هذه لما تولد يعني الطفل نتاعها عنده دفتر صحي، الدفتر الصحي هذاك كما يقولوا فيه عدة تلقيحات. إيه لازم تحترم، لازم تحترم هذا الدفتر هذا. علاش المشكل مش في الدفتر؟ سامحني المشكل راه الناس ولات لا سامحني بعد دروك جات دروك ثقافة أخرى جديدة. سامحني ما فهمتش أنا، يقول لك باللي فيه لما تلقح تموت، ما فهمتش أنا. وزيد الغريب في الأمر، ولا وعنا عندنا مسؤولية، كاين في بعض القنوات خاصة روجت إلى حالة ولا حالتين ولا ثلاث حالات، وكان وخلقت كما رعب وخلقت تخوف عند الأولياء. هذا الشيء اللي أدى بنا هاو الأثر تاعها. يعني كيفاش احنا الجزائريين توجور خارجين على الإطار، احنا برك نفهموا خير من الناس كل كيفاش التلقيح موجود في كل البلدان، لا فاكسيناسيون موجود حتى منظمة الصحة العالمية يعني اللقاحات تمر عليها. لا سامحني احنا ولا تقتل، ما فهمتش أنا. وحتى بالنسبة للإنفلونزا الناس ما تلقاحش، تخاف تقول لك انها تقتل. عبد الوهاب يعني وشاهدنا الكثير من الحالات يعني خطيره جدا. اثار نقطه يعني مهمه عبد الوهاب، يعني هذا المشكل يعني هذه اللقاحات هي راها بتصريح من منظمه الصحه العالميه ايضا هيئه الرقابه في الجزائر، حتى اذا صراف حصل مشكل او مشكلين وهو وارد، يعني ربما قضيه مشكل تخزين احيانا ما عرفوش يخزنوا لقاح او اثنين بالتالي اثار ربما مشكل، ولكن يعني التخزين يعني التبريد لا يمكن تبرير انه نخلوا الاطفال يموتوا بدون لقاح بحجه انه هناك بحجة أنه في يعني إذا حالة أو حالتين يعني، ولكن حتى ربما يعني الترويج لبعض الحالات الإشاعات اللي صارت خلت المواطن يعني ما يتلقى المعلومة الصحيحة من المصدر الصحيح، يعني الذي لا يجب التحسيس في الميدان يعني الوزارة المعنية. ولكن أختي وهيبة، هل يعني إنسان صحفي ولا إنسان مثلا متخصص في تخصص آخر ولا هو اللي نحن ديروا لي فقط، احنا ربما نتحدث عن الموضوع، ولكن الذي يجب ان يتحدث عن الموضوع كمتخصص هو الطبيب. صحيح. الطبيب والهيئات الصحيه انه في عنده خطاب مقنع. نعم اكثر نعم يعني هو اللي يجب ان يتحدث مع الناس، يعني مع 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 الامهات، مع الاولاد، مع مع الاولياء، مع المرضى المصابين بامراض يعني مزمنه. يعني اذا كان مثلا عجوز يعني 60 سنه 65 سنه تقول لها ما تعمل تلقيح، ماذا تنتظر منها اختي وهيبه؟ ماذا تنتظر يعني عجوز ولا شيخ في عمر 60 70 سنه يعني مصاب بكثير من الامراض المزمنه وما يعمل تلقيح؟ صح. يعني احنا راه معنا يعني راهي معنا يعني بكيفاش يقولوا بقبعتين يعني. ندى عقال واللي هي سنه اولى طب،
بالتالي مش عارفة إذا تضيفي وأنت راكي معنية كطبيبة إن شاء الله طبيبة في المستقبل بهذه القضية، قضية يعني الطب الوقائي، قضية أحيانا الأولياء يعني الطفل المريض ونعرف أنه البوحمرون هو ترتفع درجات الحرارة وما يحرق أعتقد حتى أعصاب في المخ، وما نسارعوش إلى أقرب مصلحة صحية لأنه يبحث عن المستشفى ويبحث في حين ويزيد يغطيه وهو بالحرارة ويديله نقطة حمراء ويدير واحد الأشياء اللي هي أعتقد تجاوزها الزمن. يعني صراحة نحن في منزلنا كنا على وشك تفادي التلقيح بسبب الإعلام. الإعلام الأناس ليسوا أميين، هم أميين بالدرجة الأولى. مثلا رجل كبير له أولاد ربما ليس متعلم، يشاهد الإعلام لا تقوم بالتلقيح، ابعدوا أن أولادكم عن التلقيح، طبعا لن يلقح أولاده. يستجيب صح يستجيب. ولكن تلقيح بالدرجة، أنا أول واحدة جيت التلقيح لأنه طلبة الطب مطالبون بإجراء تلقيحات كل عام فقط لتفادي انتقال الأوبئة والأمراض لاحقا. التلقيح أمر مهم، يعني كما قلت بوحمرون منتشر بكثرة هذه الأيام، إضافة البوحمرون الكوليرا ويضيف والإنفلونزا الكبار، يعني البوحمرون صح ويصيب الكبار ولا يصيب لا يصاب به شخص مرة واحدة. لهذا بعيدا عن الهلوسات المقالة اليوم، التلقيح أمر جد مهم وهو ضروري وأساسي. صح هو الوقاح والوقاية، والوقاية أمر ضروري أهم من العلاج. أكيد أهم من العلاج. ونروح القبعة الثانية الآن، هذا الطبيبة الصغيرة اللي إن شاء الله تكون من يعني من الأطباء إن شاء الله الكبار والمهمين مستقبلا. كيف زوجتي بين هذا الطب وبين هذا قراءة الكتب والمشاركة في أكبر مسابقة عربية للقراءة؟ قدرتي تزوجي وقدرتي تنجحي وقدرتي تكوني من الأوائل، يعني مرتبة ثانية على مستوى أكثر من 10 ملايين مشارك؟ هذا شيء ليس بالهين ندى. فقط الحياة تعتمد على مبدأ التضحية ومبدأ الأولويات. مبدأ التضحية بمعنى تتخلى عن أمور لتحصل على أهدافك، ومبدأ الأولويات عليك أن ترتب أهدافك الواحد تلو الآخر وترتب أولوياتك. كنت مقبلة على شهادة البكالوريا، وكان طبعا هاجس البكالوريا هو معروف لدى الجميع. صح. إضافة إلى أن التحدي الكثير يقولون هو التحدي وجانب ليس بالرئيسي، ولكن كنت أقول أنا مائدة تحتاج لرجلين، كانت الرجل الأول بكالوريا والرجل الثاني التحدي. هذه المبادرة القرائية العالمية كانت منبري لأعلن أفكاري وأبين ذاتي للعالم، ليس فقط للعالم العربي، فقد تخطت أصداؤها القطرة العربية في العالم. عالمية بالفعل. صارت مبادرة قرائية عالمية. كما قلت رتبت أولوياتي وأهدافي، ما أريد أن أكون عليه بعد يومين، ما أريد أن أكون عليه بعد أسابيع وبعد أشهر، والحمد لله وصلت إلى ما أريد. وما ستكوني عليه إن شاء الله مستقبلا؟ طبيبة أم كاتبة أم الاثنين؟ أحاول أن أجمع بين الاثنين أو ربما ثلاث أو أربع أشياء أخرى. أنا كنت أسف على المقاطعة، أنا كنت تخصص هندسة كهربائية ولم أدرس العلوم إلى أن اخترت الطب. أريد أن أجمع بين الكهرباء، بين الإلكترونيك، الكهرباء والطب، من خلال ربما الأمراض القلبية والأمراض العصبية هناك تزاول بين الكهرباء والطب. أسعى لهذا المجال، لدمج المجالين بحول الله تعالى، ولن أهمش بحول الله الجانب الأدبي لأنه الجانب الروحاني لي والجانب الشغفي، بمعنى الشغف القراءة وشغف الكتب والمجال الأدبي بصفة عامة هو ميول أكثر منها قدر. أكيد. وميولات ندى في القراءة ما هي؟ يعني في الأدب، في الشعر؟ وخليني أروح معك أبعد، قرأتي 50 كتاب اللي شاركت بها في هذه المناسبة، والتأكيد يعني 50 كتاب في مدة كم؟ شهر أقل؟ أكيد يعني الكم الكتب اللي قرأ من قبل كان أكثر. ماذا أضافت هذه الكتب اللي ندى وماذا غيرت فيها؟ يعني كثرة القراءة، يعني لولا الكتب لما كنت تواجدت معكم اليوم. صحيح. هنا الكتب، هناك يقال هناك ثقوب في شخصية كل شخص، في كل شخصية هناك ثقوب نسعى لسد تلك الثقوب والإكمال الشخصية، وإن كان الكمال لا يكون إلا لغير الله عز وجل، إلى أننا نسعى إلى أن نسمو بذاتنا ونسمو بشخصياتنا من خلال القراءة. الذي جلس وكتب كتابا أراد أن يضيف شيئا في حياتك، وأنت بما أنك قرأت ذلك الكتاب عليك أن تأخذ ما أراده هو أن يوصله إليك. الكتب تبدأها من سن صغيرة، وهذا الأفضل طبعا. أنك تحاول عندما تكون شاب ولم تعرف الكثير أو لم تقرأ الكثير، يكون قد فاتتك السير الذاتية، فاتتك 18 سنة، ولا تعرف أحداث سياسية مثلا، لا تعرف عن دينك أي شيء، عن بلدك، عن تاريخ عن تاريخ رموز ربما في البلاد. كيف تبني شخصيتك؟ ذلك من خلال تفادي الأخطاء التي وقع فيها العظام من أسلافنا. صحيح.
من معرفة التاريخ، معرفة. وقلت مقولة مهمة عجبتني، من لا يطلع على تاريخه هو مضطر لإعادته يوما ما. مقولة ابن خلدون، لأنه كان مهتم بعلم التاريخ صحيح. ولا يخفى عليكم ذلك، كان يقول أنه لم يقرأ التاريخ يوما هو مجبر على إعادته، مجبر على إعادته بنجاحاته وبفشله وبأخطائه. صحيح، يريد بنجاحاته معليش، لكن أن يكون بأخطائه فهذا شيء. أنا مش حابة أنفرد بشرف الحوار هذا لوحدي مع واحدة ممتازة كيما أنتي، مش عارف الزملاء إذا عندهم شيء يقولوه. خليني نزيد نقول حاجة فقط، أنا كنا دائما جاكون كانت فرصة أنك تقرأي لكتاب جزائريين يعني باللغتين، باللغتين يعني مثلا ياسمينة خضرة مولود فرعون قرأته بالفرنسية بالفرنسي وبالعربي قرأت بالفرنسي وبالعربي. أسيا جبار أيضا بالفرنسي وبالعربي. مولود فرعون كما ذكرت بالفرنسي والعربي، أحلى مستغني بالعربي فقط. قرأت الشعراء مفدي الزكريا والشعراء المحدثين، العديد من الشعراء المحدثين، أمثال فائز بجائزة معاشي وغيرهم، جائزة معاش سواء 2016 2017 2018، الشعراء حقا في القمة، أحسهم كأنهم خلفاء نزار قباني محمود درويش وإلى ذلك. لأنه جاكون كان الأسبوع الماضي ضفنا أعطيك بن بلة، كان يقول لي أنه لا الكتاب الورقي خلاص رحت عليه، والآن هو الكتاب الإلكتروني. ندى كان تقرأ الكتاب الورقي أم الإلكتروني؟ كنت أيهما أحب؟ أحب طبعا الكتاب الورقي، ولكن لعدم توفر الكتاب الورقي ربما أحيانا غير موجود الطبعات، وأحيانا غير متوفر المال، ألجأ إلى الكتاب الإلكتروني. أعطتنا أجوبة على أن ما يقال بأن الجزائري لا يقرأ فهذا غير صحيح. ثانيا الجزائري يقرأ ويعرف واش يقرأ. احنا نشوفه قدامنا يعني بنت في الطب، ونعرفه بلي راه ما هو كم هو يعني الطب قريب من الإعلام، لأنهم كلاهما يهدروا على الإنسان. ونشوفوا أكبر الكتاب يعني في العالم هم دي ميدسا أطباء. ورجعتنا ندى يعني مرة أخرى على أن الكتاب في الجزائر لا زال مقروء ولا زال محل اهتمام، وإحنا في الصالون الدولي الذي هو يشع واجهة الجزائر بالفعل. ويخلي باللي راه يعني ومقولة أخرى أنه حتى الشباب مش مهتم ولا يقرأ، خاصة فئة الشباب. وبالتالي ندى أعطت أحسن مثال بأنه بالعكس الجزائر يقرأ وفصيح اللسان. وراكي حتى تنفسين يعني اليوم في هذا على الفصاحة، لازم نردوا بالنا من فصاحة لسان اليوم. جاكون أنا عجبني، مش عارفة شحال راه باقي الوقت، لكن حابة يعني أنتهز معك الفرصة أكثر يعني الوقت أطول. لو نسألك، هو سؤال كان لجنة التحكيم وكانت إجابتك رائعة حقيقة، يعني حتى التعليق كنت ممتازة جدا في 60 ثانية، قدرت تحيطي بذاك السؤال اللي كان يعني شخصية عربية تتمنين عودتها ومن الماضي، وما هو من هي ولماذا. أنا أقول لك شخصية جزائرية، لو نقلب السؤال ونشوف الشخصية اللي يهم أو تتمنى ندى عودتها ولماذا. نحتاج شخصيتين أو ربما ثلاث، عبد الحميد بن باديس أو البشير الإبراهيمي إضافة إلى مفدي زكريا. الأول لرجاحة عقله، عبد الحميد بن باديس كان راجع عقله، خاصة تحفظه كثير من الأمور السياسية، فقط لأن لديه أهداف يريد أن يصل إليها. ما لديه هدف لا ينزح لا يمين ولا يسار. كان يريد أن يحافظ على المقومات العربية الإسلامية، وهذا الهدف الحمد لله نحاول أن نعيده مع الشباب اليوم. إضافة البشير الإبراهيمي هو زميله، لذلك كلاهما الأساس والعماد. مفدي زكريا لوطنيته البالغة أوجها، لعروبته، لسياسيته، وإضافة لشاعريته أكثر. فالإنسان الشاعر يكون مرهف الأحاسيس، يعني يستطيع أن يبرز عقله ويبرز أحاسيسه في نفس الوقت. يعني شخص بهذه الإزدواجية وبهذا الإمزاج يحتاج جدا في يومنا هذا، ونحن بحاجة إليهم اليوم. يعني وبقدر ما ربما يرفع المال الناس إلى حين، لكن العلم يرفعهم دائما إلى أبد الآبدين. ندى، يعني معادلة المال، لأنك قلت كذلك عجبني مما قلت بأنه يعني لو خيروني بين مال الدنيا والمشاركة في مسابقات مثل هذه لاخترت بتأكيد هذه المسابقات. المال عبارة عن وسيلة مؤقتة تعطيك مكانة مؤقتة، أما العلم والثقافة الجيدة والعقيدة المحكمة تعطيك مكانة مدى الحياة. مثل ما يقال عن المرأة الجميلة، يقال المرأة الجميلة تأسر الرجل لثانية، والمرأة المثقفة تأسره مدى الحياة. هكذا هو المال، يأسرك لمدة ساعات أو أقول سنوات، إنما الثقافة الجيدة والعلم النافع والعروة الوثقة تأسرك مدى الحياة وتعطيك مكانة وأهمية لحياتك ربما لأجيال بعدك. فالفكرة لا تموت وإن مات صاحبها. ومن يكون ذو ثقافة جيدة تكون هذه أفكار
أكثر جودة. صحيح. وبالتالي يكون له عمر أطول، يكون له صدى أكبر من حياته. صحيح. حتى وإن رحل، لكن الأفكار والثقافة والإرث دائما يبقى مع الزمن وعبر التاريخ. وأنا حقيقة يعني طوبى لوالديك يعني اللي أنشأوا فتاة بمثل ثقافتك، بمثل هذه الأخلاق الراقية وهذا العلم. الآن الأولياء بتأكيد عندهم دور. ندى، أنت نشأتي في بيت كان الوالد يقرأ، الأم تقرأ، ما الذي حفزك وحبب لديك القراءة بهذا الشكل؟ كما قلت، الجو العائلي والاستقرار العائلي هما أهم سبب الذي يدفع الشخص إلى التمسك أكثر بما يريد. عندما ترى والديك حملان الكتب يلقنانك بما تعلمه من تلك الكتب، ذلك يحفزك أكثر الاقتداء بهما للسير على خطاهما. ولكن حتى وإن وجدت والديك جاهلين، لم يتعلم أي شيء، ليس مثقفين، هذا لا يمنعك من أن تكون مثقفا، ولا يمنعك من أن تطلع على العالم أكثر، أن تكون أنت عينهما التي لم ترى يوما من تلك الكتب. يعني سواء والدك متعلم مثقف أو ليس كذلك، عليك أن تكون ذو إرادة وذو اجتهاد وذو عمل جاد. صحيح. لأنه كان يقال بأنه الذي يريد أن يقوم بأحسن سفر إلى العالم إن صح التعبير، هو أحد المفكرين أعتقد لا يحضرني اسمه للأسف، كان يقول لهم أنا ذاهب الآن إلى التنزه في العالم، وهو يدخل إلى مكتبته كانوا يحتار، يقولوا له وين العالم وانت داخل إلى مكتبته؟ قال لهم الكتب هي أحسن نزهة في عقول وأفكار الآخرين. بكروح ما على باليش إذا يريد السؤال فعلا إضافة. أنا يعني نتمنى وكلنا يكون عندنا بنت مثل ندى، أولاد مثل كنت يعني كنت يعني هذا أريد أن أقوله، أن الشباب الجزائري اليوم في اعتقادي أنه خلاف لما يقال، خلاف لما يقال لأنه منفصل ربما عن التاريخ والبلد، ولاحظنا حتى ربما يعني في معرض الدول الكتاب لاحظنا أن فئة الشباب أصبحت تقرأ، والأفيد للجزائر اليوم ويعني وربما الإضافة القوية بالنسبة للجزائر أن الشباب اليوم أصبح لا يقرأ فقط بالعربية، أصبحنا نلاحظ يقرأ بالفرنسية، بالإنجليزية، حتى باللغات الشرقية، حتى التركية راح يتعلم اللغة التركية، وحتى اليابانية، حتى الكورية والصينية. يعني شيء 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 مشجع للغاية. فاللي يقول بأن الشاب الجزائري لا يقرأ، الشاب الجزائري يعني هاجر الكتاب وأنه يعني يعادي الكتاب، فربما هو اللي يشوف نصف الكأس الفارغة. صحيح. علينا أن نلاحظ أيضا نصف الكأس المملوءة، لأنه شباب اليوم ربما يصنع معجزات، ولاحظنا أن هذا الشباب لمجرد في أحيين كثيرة، لمجرد أنه يخرج إلى الخارج ويوضع في بيئة ربما مساعدة مشجعة، لاحظنا أنه صنع معجزات كثيرة في الكثير من مراكز البحث العالمية. حتى نترك العالمية. كلمة الختام لندى، بتأكيد أن أمة اقرأ لا تقرأ، ما يعني هذه مقولة ربما خاطئة. وأريد أن أختم معك ندى، يعني يقال بأن وراء كل كتاب فكرة، وكل فكرة هي خطوة إلى الأمام. نختم في هذا يعني علقي ونختم في هذا بصراحة قال فلننظر إلى الجانب المملوء من الكأس، لا ننظر إلى لا للجانب المملوء ولا للجانب الفارغ، ننظر إلى الشخص الذي نريد أن نعطيه الكأس أصلا. صحيح. بمعنى نحن نريد أن نبين للعالم أننا نقرأ لا من خلال كتب نضعها في جيوبنا كما يفعل الغرب، لكن من خلال أفكارنا. نحن الشباب اليوم نحن عماد الأمة، يقال نحن النشء ونحن عماد الأمة، والأمة تعتمد علينا. بمعنى نحن يجب أن نستشعر مدى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا كي نعمل بجد، وكي نترك الهزل ونترك الرفاهية ونترك الأمور التافهة أو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة كي نفكر في مستقبلنا أكثر ونخطط لأحلامنا وأهدافنا ونعمل لها. صحيح. وإن شاء الله وهذا المأمول طبعا من الشباب، لأن الجزائر عندها يعني عندها أمل كبير في الشباب. صحيح. في شبابها أنه يحمل المشعل ويكمل إرث الشهداء، ونحن في شهر الثورة والشهداء. هذا الدليل أن المدرسة الجزائرية تخرج، ما زالت تخرج، وكذلك الجامعة. صحيح. لان احنا يعني كيما نقولوا احنا نحتقروا نفوسنا، نحتقروا والامور الايجابيه ما نحبوش نروجوها. هاي مثلا نموذج، والحمد لله انها شرفتنا يعني ندى اليوم كنموذج، ان شاء الله تكوني كذلك عبره ونموذج للكثير من الشباب حتى يقتدي بك، وان شاء الله ان نكون يوما ما نحن ضيوف ان شاء الله عندك لما لا للعلاج او حتى مثل هؤلاء النخب، لابد أن يحظوا بالمرافقة. صحيح. ولابد أن تفتح لهم المجال في المستقبل. وهذا ما كنت أريد أن أختم به، يعني نتمنى أن يرفق هذا الشباب يعني بالمرافقة وبالاهتمام، لأنه حقيقة لما يعلي صوت الجزائر واسم الجزائر وسمعة الجزائر في محافل عالمية هذا شيء مهم جدا. شكرا لك ندى عنقال، ضيفة شرف البرنامج اليوم. شكرا جزيلا لأنك شرفتينا بحضورك. كل نجاح، كل توفيق، وتحية للأولياء وللوالد اللي جابك من الصيف اليوم، وكنت مريت على معرض الكتاب.
الوهاب أجيت كل التحية والشكر. عبد الوهاب بكروح شكرا جزيلا لك. عبد الوهاب جاكون شكرا جزيلا. وفنيدس بن بلا شكرا جزيلا لك. الشكر الأكبر دائما لكم أنتم مشاهدينا. إلى اللقاء.